كرة أمامية، فرصة والهدف الأول. النجدي يسجل الهدف الأول، يسجل الهدف الأول لفريق الرجاء البيضاوي. عمر نجدي ينسل ويفك عقدة الرجاء مع بداية الجولة الثانية. توغل في العمق وعمر نجدي يسجل الهدف الأول. إذن فرحة عارمة لجمهور الرجاء البيضاوي بهدف اللاعب عمر نجدي. تمريرة من ياسين الصالحي وتوغل جيد لعمر نجدي، يركن الكرة في الجهة اليمنى، وبالتالي هدف يمكن أقول بأنه كان جميل للاعب عمر نجدي. فريق الرجاء البيضاوي يتمسك ويعض بالنواجد على بقاء اللاعب عمر نجدي، لكن عمر يرغب في الرحيل. مسؤول الرجاء يعني